فيديو النهارده من داخل مدينه لاس فيغاس الكازاخستانيه، من اكبر مدينه للقمار في كازاخستان. فيديو النهارده من احلى المدن اللي تعتبر ساحليه في كازاخستان. فيديو النهارده هيكون من داخل مدينه كابتشيجاي الكازاخستانيه، فخليكم معايا وتابعوني. يا جماعة تتخيلوا ان النهاردة فين؟ هل رحت مصر؟ لسه في كازاخستان. انا النهاردة في مدينة لاس فيغاس الكازاخستانية، واحدة من اجمل المدن الكازاخستانية اللي تقدر تستمتع بيها بالمية وبحاجات كتيرة ترفيهية داخل المدينة. مدينة كابتشيجاي الكازاخستانية اكبر مدينة للقمار في كازاخستان، وهي بيسموها مدينة لاس فيغاس الكازاخستانية. هنا تقدر تعمل حاجات كتيرة، في هنا عدد رهيب جدا من الكازينوهات داخل المدينة دي، بالإضافة كمان اللي انت تقدر تستمتع بالمية، بالإضافة كمان اللي انت ممكن تأجر قوارب داخل المية وتستمتع بالمية، وكمان في فنادق هنا ومدينة جميلة جدا. اللي ورايا دوت أكبر بحيرة صناعية موجودة في كازاخستان، مساحتها 180 كيلو متر مربع في عرض 22 كيلو وعمقها 50 متر. أول مرة أشوف بحيرة صناعية بالطول دوت وبالحجم دوت، هي أكبر بحيرة صناعية معمولة في كازاخستان. بص الدنيا عاملة إزاي؟ يعني من هنا كده ده كله شط وفي الخدمات بتاعته، ودوت البحيرة. يعني تحس نفسك إن أنت فعلا بجد واحد راح البحر. بص الدنيا عاملة إزاي؟ بحيرة كابتشيجاي. بحيرة كابتشيجاي بتقع في مدينة كابتشيجاي، وهي على مساحة 180 كيلو متر وعرض 22 كيلو متر وعمق 50 متر، وهي أكبر بحيرة صناعية في كازاخستان. البحيرة بتتيح السباحة فيها، وفيها أشياء كتيرة ترفيهية زي ركوب القوارب والأكل في المطاعم والاستجمام على شواطئها، وهي على بعد حوالي ساعة وربع بالسيارة من مدينة ألماطي. بحيرة كابتشيجاي بتقع في أكبر مدينة في كازاخستان للكازينوهات والقمار، وهي أشهر مدينة للكازينوهات في كازاخستان. بص يا جماعة الدنيا عاملة ازاي هنا؟ بص يا جماعة الدنيا عاملة هنا ازاي؟ تحس ان انت قاعد قدام بحر حقيقي، سبحان الله. زي ما انتوا شايفين هتلاقي هنا في كباين خاصة على الشط، وفي شازلونجات على الناحية التانية. المنطقة فعلا جميلة وفعلا تستحق الزيارة. واحدة من الرحلات الجميلة فعلا اللي انصح الناس كلها انها تجربها حتى ولو مرة واحدة، انها تيجي مدينة كابتشيجاي الكازاخستانية. بصراحة مدينة جميلة، فيها حاجات كتيرة ترفيهية حلوة، وفي نفس الوقت هتبقى رحلة جميلة جدا ومميزة. في نهاية الفيديو اتمنى لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناة، ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال يا ريت تسيبوه لي في تعليق. شكرا ليكم، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من داخل كازاخستان.